لكنني لست مقلا في الكتابة. ربما كان البعض يقرأ لي عندما كنت أكتب في وسيلة إعلامية، لكنني غادرت تلك الوسيلة إلا أنني لأن طبع الكتابة لم يغادرني أبدا، فأنا أكتب باستمرار طبعا على السوشيال ميديا. أعود، قلت مخاطبا أبا فادي ذلك اليوم، يوم التوقيع: حييت حفلك نسوة ورجالا. طبعا أكرر هذا القول على مسامعكم إخوة كراما وأخوات كريمات: حييت حفلك نسوة ورجالا، وسألت شعري أن يسيل. ما هو لم يسل، لأنني فعلا مقل في هذا المجال. وسألت شعري أن يسيل فقال: شيطانك الشعري رهن إجازة، أنثر فإن النثر أيسر حالا. ورجعت أنثر لا عزاء لخيبتي، فلعل في نثر الورود وصال. أعود وأقول اليوم ومن وحي تلك الكلمة التي ألقيتها الشهر الماضي، بأنك أيها الصديق الأستاذ كامل بزي جعلتنا شهودا على حدث ثقافي مميز حكته بخيوط الصبر والمثابرة، وأخرجته من شغاف القلب وثنايا الوجدان قبل أن يخطه مداد الكتابة والتأليف. وقلت فيما قلت إن شهادتي بك مجروحة، وأنا الذي صرفت وإياك سحابات ليال نحتسي الشعر مع كؤوس الشاي، ونسرح شعر اللغة أمام مرآة شغفنا بجمالها، ونجلو وجهها البهية من بثور الغربة التي كانت تطفح على خدها الأسيل. قلت أيضا إن أول ما صاغ المودة بيننا بيت من الشعر كان يتهادى على شفتيك، وذكرت كيف أن الصديق أبا فادي قرر بحسه الأدبي الرفيع أن ينقب في منجم شعري الخام عن قصيدة وفاء وإطراء لمشروع $5 الذي كان هو أحد أعمدته ومؤسسيه. لحسن حظ أبي فادي يومها أنه لم يحتج إلى حفر كثير لكي يستخرج مني قصيدة تشبع نهمه للشعر وترضي نفسه عما يبذل من جهد خير. أذكر بأنني ارتجلت أمامه بيتا أو بيتين في هذا المقام ردا على شكوى بثها أمامي وأنا في مكان عملي، فقلت له: مشروعكم يا سادتي عملاق، ما ضره طعم به ونفاق، خمساتكم في صدره خفاقة ولواه مرفوع بها خفاق. وكان أن جنيت على نفسي، فأصر الصديق أبو فادي أن أكمل بقصيدة كاملة متكاملة، وحصل ذلك. والقصيدة كما قد لاحظتم أو ربما لاحظتم موجودة في الكتاب. إذن كان هذا المطلع الشعري بمثابة الدليل الذي استهدى به
الصديق أبو فادي إلى موهبة الشعرية آنذاك، وهي موهبة سمتها القلة كما ذكرت. فأنا أيها الكرام كلما حاولت إذلال شيطان شعري في الآونة الأخيرة يجيبني هيهات من الذلة، فيلجئني إلى سلاح النثر الذي لسر ما يطاوعني أكثر من أوزان الخليل. هذا الشعب يا صديقي. نحن أيها الصديق أيها الإخوة نحيي هذا الجهد النبيل، ونحيي هذا الاهتمام الأصيل بالكلمة شعرا ونثرا اللذان تضافرا على تحرير تلك الأقلام أو بعضها من سجون الإهمال أو النسيان إلى فضاء الحضور، لتكون منهلا للسائلين عن أحوال غربتنا بأفراحها وأتراحها ماضيها وحاضرها، وليكون كتابك حجة ووثيقة أن هذه الجالية عبر تلك الأقلام رعت للأصالة والتراث ذماما، وللثقافة والأدب والشعر حفظت ودا. وإن بدا أن جل ما أسهمت به ينتمي إلى باب التجارة والشطارة، على أهمية هذا الباب في حياتنا الاغترابية، ودونما أي انتقاص من عصامية وكد وكفاح مهاجرين ونجاح مبادراتهم الفردية في هذا الباب. لكن أعود وأقول بأن ما يؤسف له حقا أن ما يطلق عليه اسم المؤسسات التي بناها المغتربون بكرم عطائهم وبذلهم قد أخفقت، أو أنها لم ترقى إلى تلك الصورة المشرقة، أو إلى تظهير تلك الصورة المشرقة لتراثنا، وتحولت مع الأيام إلى مرابع للتجارة والتنافس المضيض، حتى بأغلى ما نملك من قيم وتقاليد. طبعا قلت أيضا يصعب الحديث عن المؤلف دون الوقوف على سماته وطبائعه. أسميته ذاكرة هذه الجالية وأرشيفها الحي، أيام لم تكن لنا ذاكرات رقمية تحفظ لنا كل حركة وسكنة كما هو حالنا اليوم. تميز الصديق المؤلف الأستاذ كامل بزي بذلك العشق الجميل للغة الضاد ولمشتقاتها، يندر أن تلتقيه ولا يكون الشعر ثالثكما. يندر أن تلتقيه ولا يكون الشعر ثالثكما أبياتا يخطها بتعنق على قصاصة صغيرة، يخطها بتعنق على قصاصة صغيرة يبادر إلى دسها في جيبك عربون تقدير لأنك تهوى الشعر أو تنظمه، أو دندنة يطلقها على مسمعك ويحرك في داخلك ذلك الميل المكبوت إلى اللجوء إلى قلمك وإسالة حبرك المتجمد في عروق هذه الغربة. منتداه الأسبوعي، المنتدى الكامل أو الشهري تبعا للظروف في تلك الحقبة الجميلة، كان واحتنا التي نفيه إليها ونستريح في ظلال أجوائها العابقة بنكهة الشعر والأدب، ثم نمضي في زحمة الحياة وقد ننسى في النهار
ما رسمناه على جبهة الليل من وشم القصائد وأسماء الشعراء والأدباء، لكأنه غيمة صيف عابرة، لكن أرشيف صديقنا أبي فادي يقف دائما بالمرصاد، يقف بالمرصاد لمقولة أن كلام الليل يمحوه النهار، فيزول ذاكرتنا المرهقة بأحمال وأعباء الحياة بمحاضر موثقة بالزمان والمكان. لمست هذا الفضل وأنا أتصفح كتاب المؤلف على استعادتي أنا شخصيا نصا هاربا أو أبياتا شاردة أفلتت من الذاكرة في مناسبة رثاء أو موقف ثناء أو لحظات إخوانيات ظريفة خرج فيها شيطان شعري لمداعبة شغف أبي فادي بالشعر واللغة. فأنا من الصنف الذي يقول كلمته ويمشي، لكن أبا فادي ينصب لك دائما حاجزا طيارا ويقبض على كل جميل ومعبر يصدر عنك أو عن أترابك ويسوقه مخفورا إلى نظارة أرشيفه المخملي لينزله ولو بعد سنين في تلك المضافة الكريمة التي صارت بين أيديكم عنيت كتاب أقلام مهجرية. حافظاً.